تطوير عجلة الخدمات الاجتماعية في مملكة البحرين في قمة الأولويات لدى الحكومة الموقرة، خاصة وأنها تمس الأمور الحياتية للمواطن البحريني بشكل مباشر. ودأبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على وضع استراتيجياتها المتعلقة بتطوير الخدمات الاجتماعية والأنشطة التي تقدم إلى فئات المجتمع من المسنين وذوي الإعاقة وغيرهم من المستحقين. خدمات متنوعة وأنشطة متعددة قدمتها وزارة التنمية الاجتماعية لأكثر من 55 ألف مواطن خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2014 من خلال 8 مراكز اجتماعية في جميع مناطق البحرين، إضافة إلى 3 مراكز قيد الإنشاء. هذه المراكز تقدم الخدمات الاجتماعية والدعم المالي والإرشاد الأسري وبرامج تنمية الأسرة والطفولة والبرامج التدريبية. وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، فالوزارة عملت جاهدة على صرف المساعدة الاجتماعية للعديد من الفئات وتقديم مبلغ نقدي لكل أسرة بحرينية ضمن مبادرة الدعم المالي للأسرة، حيث يستفيد من هذه المبادرة 118 ألف أسرة إضافة إلى المطلقات والأرامل والمسنين. وحرصا من الوزارة على مواكبة التطورات والمستجدات الخاصة بالطفولة والأسرة وذوي الإعاقة وكبار السن، والتزاما بالاتفاقية الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين، ومنها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، فإن الوزارة حرصت على وضع الاستراتيجيات الخاصة بكل مجال، فتم التعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، وتمت الاستفادة من الخبراء المختصين، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص واللجان الوطنية، حيث أصدرت الوزارة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين 2012-2016 والاستراتيجية الوطنية للطفولة 2012-2016 والاستراتيجية الوطنية للمسنين 2012-2016. كما تم وضع خطط تنفيذية لهذه الاستراتيجيات، وتم تعيين خبير من مكتب الأمم المتحدة بالوزارة مع فريق عمل لمتابعة تنفيذ خطط الاستراتيجيات الثلاث. أما فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، فقد أوجدت الوزارة المراكز التأهيلية لتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة من خلال مركز خدمات المعاقين لست وحدك، حيث وصل عدد المستفيدين من خدمة التوظيف 635 من ذوي الإعاقة. عجلة تطوير الخدمات لا تتوقف، فوزارة التنمية الاجتماعية تسعى دائما لتحقيق توجيهات الحكومة نحو توفير أفضل وأجود الخدمات والارتقاء بها من أجل المواطن البحريني. وقد أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن المملكة تهتم بشكل كامل بالتنمية للمجتمع وتقديم الرعاية الاجتماعية لمن يحتاجها من الأسر والأفراد. وأشار سعادة الوزير في اتصال هاتفي مع مركز الأخبار إلى تبني استراتيجية مستقبلية لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين. أي مجتمع متحضر لابد وأن يهتم بشكل أساسي في تنمية قدرات المجتمع والعناية بمختلف شرائح المجتمع، وعلى الأخص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأطفال إلى آخره. البحرين أولت عناية كاملة بتنمية المجتمع وتقديم الرعاية الاجتماعية لمختلف الأسر ومختلف الأفراد. مثل ما ذكرتي في التقرير، عندنا استراتيجيات عدة للمستقبل تتعلق بذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والطفولة. نعم. الهدف الأساسي أن نتحول باستمرار من الجانب الرعائي إلى الجانب التنموي. اليوم عندنا عدد كبير من الجمعيات الأهلية تساهم في تنمية المجتمع. الوزارة قدمت مشروع حيوي لمنح منح مالية لكل مشروع تنموي ناجح تتبناه هذه الجمعيات. نعم. نريد هذه الجمعيات أن تتوجه في برامجها إلى مبادرات تستهدف تنمية المجتمع. كذلك عندنا نظام المساعدات الاجتماعية، نعمل على توجيه الشباب أو أي جماعة قادرة على العمل ضمن الأسر المحتاجة أن نقدم لها الدعم والتأهيل والتدريب المناسب والدعم اللازم للحصول على وظائف لائقة ومناسبة لهؤلاء الأفراد. لدينا الأسر المنتجة أيضا
تخضع لتطوير كبير بحيث أن نتولى مساعدتها في تنمية الإنتاجية وتطوير الصناعات المنزلية وإيجاد الوسائل الكفيلة بعملية التسويق والدعم وفق أحدث المفاهيم الاقتصادية.